الكريم 600 درهم 12 فلية. وشي محسن التعاون معنا باش نشريو شي سكينه خدام عندي كروسه كنت مع الخبز كارم كروسه صافي جمع خبز كارم لا فيه راهي صافي هادشي اللي حالة ضعيفة ومريض عندي الضيقة المرض عندي الضيقة حاسس الضيقة كسع مرة بوزي راه انا قلت دابا اللي داكشي اللي وعندي الصاير والجبليدات والكراء والمصاريف وانا بوحدي اللي كنخدم اربعة الناس وبيت واحد راه ما كافيش كنا قلتي زعما شي بيت واحد اش غدير فيه راه بيت واحد راه واش غتنعس فيه واش دير فيه الماعن ولا دير فيه صعب عليا الحال صعب عليا الحال بزاف كل مره واش مره 60 درهم مره 40 مره كل مره يجيب الله مره ما يجيبش يلا كافيني مع الكراء محسن يتعاونوا معايا باش نشريو شي سكينه باش نحيدوا من هاد الكراء هذا انا اللي كنصرف عليهم انا اللي كنشري مكتوبه انا اللي كلشي صاير وكلشي مو بوحدي انا يجي واحد تقهرت يجي واحد راني تقهرت الكراء الصاير انا ما ودو المصاري بوحدي انا طلب محسنين يتعاونوا معايا باش نشريو شي سكينه باش نحيدوا من هاد القهر هادي جزاهم بخير.